القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعمل لي لايك. النهارده هنتكلم فيه عن أفضل 5 درامات صيني رومانسية بتتكلم عن الجواز المدبر. معانا وهي سيدتي الفريدة، البلد المنتجة الصين، عدد حلقات المسلسل 12 حلقة، دراما كانت سنة 2019، نوع الدراما رومانسي كوميدي تاريخي أكشن خيال. بتتكلم عن قصة فوق الخيال، البطلة بتاعتنا بتتحجز جوه لعبة ما بتعرفش تخرج منها، لعبة بتكون بنت رئيس الوزراء. في اللعبة بتقابل كل الشخصيات من الرجالة الجميلة إله السيف والحارس والشخصية الإمبراطورية، وبتقابل كمان الأمير المتكبر. الأم بتاعنا كانت لازم تختار واحد فيهم تتجوزه، لأن اللعبة بتجبرها إنها لازم تلاقي الحب الحقيقي. تجوز أكتر شخصية بتكرهها فيهم، يا ترى هترجع العالم بتاعنا وهتحبه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه مع أحداث الدراما. الدراما معانا وهي سيدتي القائدة، عدد حلقات الدراما 60 حلقة، البلد المنتجة الصين، دراما كانت سنة 2017، نوع الدراما رومانسي كوميدي تاريخي حربي. أحداثها حوالين بنت بتتنكر في زي ولد وبتحارب وبتبقى قوية جدا وشجاعة، منها بملكة الجحيم من كتر قوتها وشجاعتها. الإمبراطور بيحاول إنه يكرمها وبيلقبها قائدة للجيش. لما بيكتشف إنها بنت بيقرر إنه يتجوزها لأكثر واحد في المملكة. منعومته الأنثوية جدا، يا ترى هتقع في حبه إزاي؟ وإزاي واحدة قوية زي دي هتتعامل معاه؟ ده اللي هنعرفه مع أحداث الدراما. الدراما معانا وهي حصار في الضباب، عدد حلقات المسلسل 50 حلقة، البلد المنتجة الصين، منتج الدراما كانت في 2018، نوع الدراما رومانسي تاريخي درامي. الدراما بتدور أحداثها حوالين مثلث الحب، واحد بيحب واحدة والواحدة بتحب واحد تاني والتاني بيحبها. البطل كل الوسائل عشان يخليها تتجوزه، وفي الآخر بتتجبر على الجواز منه. أنا بتحب الشخص التاني، يا ترى بقى هتحب بطلنا وهتفضل متجوزاه ولا هترجع لحبيبها؟ ده اللي هنعرفه في الدراما. الدراما معانا وهي امرأة الملك، عدد حلقات الدراما 48 حلقة، البلد المنتجة الصين، إنتاج 2017، الدراما متصنفة رومانسي أكشن ميلي دراما تاريخي. بتتكلم عن بنت جدها بيكون القائد العسكري، وبتكون بتحب شاب من طفولتها هي وهو، وبيقرروا هما الاتنين ان هما يهربوا. لكن الامبراطور لما بيكتشف ان في 2 هربوا من المملكة بتاعته بيقبض عليها وبيحجزها في القصر بتاعه، وبيجبرها على الجواز منه إجباري غصب عنها. بتكتشف إنها حامل من الشاب اللي كانت بتحب حب الإمبراطور، وهيستمر الزواج ولا هترجع لحبيبها الأولاني؟ ده اللي هنعرفه مع أحداث الدراما. أنا وهي وداعا أميرتي، عدد حلقات الدراما 52 حلقة، البلد المنتجة الصين، تاك سنة 2019، نوع الدراما متصنف تاريخي رومانسي درامي. دراما حوالين الأميرة التاسعة ليونغ الغريبة، بتسافر للسهول الوسطى للوفاء والزواج مع ولي العهد. اللي هنعرفه بقى مع أحداث الدراما، يا ترى هيحبوا بعض ازاي وايه اللي هيحصل في الدراما. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس واعملوا لايك.